ندوة احنا بنعتبرها هي الأهم من نوعها في هذا العام ويمكن في هذا الفصل الدراسي تحديدا، وهي ندوة عن استراتيجية التنمية المستدامة، وتحديدا هنتحدث عن رؤية مصر 2030. ورؤية مصر 2030 هي الرؤية الاستراتيجية أو الخطة الاستراتيجية لمصر إلى 2030. يمكن أهمية الندوة بتنبع بإن إحنا بنعد جيل واعد من الشباب زي حضراتكم معظم الموجودين في القاعة، إزاي يشوف رؤية مصر، إزاي يتعرف على رؤية مصر واستراتيجية مصر خلال هذه الألفية، لأنه هذا الجيل هو اللي هيقع على عاتقه إن هو يتولى مسؤولية مصر لحد 2030. عشان كده مهم جدا انه يكون هناك وعي باستراتيجية مصر 2030، نشوف احنا ازاي كمواطنين داخل المجتمع وكشباب واعد زي حضراتكم ازاي انتوا هتتولوا قيادة هذه البلد مستقبلا، وازاي ان انتوا هتبقوا اداة مهمة جدا في تنفيذ استراتيجية مصر ورؤية مصر 2030. عام 2016 عام الشباب. انا هضيف، لا مش عام 2016، لا لغاية 2030 أنا بقول عامل الشباب، لأن أعتقد كل واحد فيكم بعد 10 سنين هيبقى الأمور اتغيرت بالنسبة له. فمهم جدا تسمعوا رؤية مصر، مهم جدا مش تسمعوها بس، تناقشوها وتعرفوا كل تفصيلة فيها. فأنا كنت نفسي القاعة تبقى مليانة عن كده، كان نفسي مش بس طلبة خريجين، الأسر بتاعتكم، زمايلكم، أصدقائكم، اللي يعرف حد، بس أنا هأمنكم أمانة. أمانة وربنا شاهد على هذه الأمانة. لو حاضر قدامنا واحد في القاعة احنا هنيجي ونكلمه. الحقيقه مركز النيل الاعلام بيتبنى التوعيه في استراتيجيه مصر 2030 وبالتحديد في مجتمع الجامعات وطلبه الجامعات. يهمنا جدا ان شباب الجامعات يشارك في هذه الاستراتيجيه ويقول اراءه ومقترحاته. النهارده عرضنا محاور الاستراتيجيه، عرضنا تقريبا 12 محور، كل محور من دول مهم جدا ان الشباب ذات اهتمامات فيه، خاصه ان احنا بنقول دايما ان الشباب بيعاني من البطاله. احد هذه المحاور المهمه هي حته التشغيل والبطاله، وبالتالي فإن احنا النهارده لدينا أحد توصيات هذا المؤتمر إن يكون هناك مبادرة تبناها الشباب وطلبة كلية الآداب في وضع رؤيتهم ومقترحاتهم للإضافة لتعديل هذه الاستراتيجية.